اعتقال مغربي متلبس بتهريب 70 كيلوغراما من الحشيش في سبتة المحتلة. اعتقل الحرس المدني الإسباني بميناء سبتة المحتلة الاثنين الماضي شخصا يحمل الجنسية المغربية قادما من فرنسا متلبسا بتهريب 70 كيلوغراما من الحشيش في سبتة المحتلة على متن سيارته المسجلة بفرنسا الفرنسية، حيث يواجه اتهامات بارتكابه جريمة ضد الصحة العامة حسب ما ذكرته مواقع إخبارية. وأضافت التقارير ذاتها أنه جرى القبض على المتهم بينما كان على وشك ركوب سيارته على متن عبارة متجهة إلى الجزيرة الخضراء. وبسبب التنبيه الذي أطلقه الكلب البوليسي أجرى الضباط تفتيشا دقيقا للسيارة أسفر عن استكشاف المخدرات مخبأة أسفل السيارة.